أبهر أطفال اللبنانيون الجمهور بإبداعاتهم في مجال التكنولوجيا، وذلك خلال برنامج تعليمي حيث برزت مواهبهم في اختراع تطبيقات ذكية بأنفسهم. التفاصيل في سياق هذا التقرير. أعمارهم لا تتجاوز 15 عاماً، انتقلوا من مرحلة الاستخدام العادي للتكنولوجيا إلى مرحلة اختراع التطبيقات الذكية بأنفسهم. بعد إنهائهم المراحل التأسيسية ضمن برنامج App Development التابع لجيك إكسبرس، تمكنوا من إنجاز تطبيقات تنوعت بين تعليمية ترفيهية وتثقيفية. حملنا أبليكيشن عن مصر لأن الشرق الأوسط بتاريخها في كتير حروبة، فهل الأخبار عم بيركز على حروبة، ونحن بدنا نشوف إنه الشرق الأوسط في كتير بتاريخه إيجابي. بتاريخ مصر كان في كتير أشياء غامضة ومنهم الأهرامات. بدنا نكبس عن كل شيء عن مصر، بطلعنا اللودين سكرين، بعدين بطلعنا عن أهم أشياء، عن الأكل، عن الطيب وعن التاريخ. أنا الأب تبعيتي تحكي على ثقافات جديد بالأبليكيشن، فيكم تلقوا كل هول البلاد وتنقول أمريكا لهلا. فجأة إذا بحطها صح بتحط USA، إذا بحطها غلط بتحط Game Over. مواهبهم البارزة خولتهم المشاركة في مسابقات عالمية بعد أن طوروا مهاراتهم التقنية، ويتحضر بعضهم لخوض منافسة على مستوى آسيا في هونغ كونغ. التطبيقات اللي عملون هلا شباب التلاميذ اللي من اعمار 8 ل 16 خليتهم يشاركوا بهالمسابقه العالميه اللي هي اكبر مسابقه برمجه لتلاميذ المدارس باسيا. لبنان هي اول سنه بشارك فيها ثرو جيك اكسبرس، من ورا جيك اكسبرس. الناس بدها تواكب هذا التطور، سو قررنا انه نبلش نعلمهم عن التكنولوجيا، كل شيء مات، كودينج، برمجه للاطفال وهندسه من عمر صغير، تيوصلوا محضرين يعرفوا حالهم شو بدهم يعملوا لبعدين. صناعة البرمجة تحول سلوك الأطفال المنخرط في عالم الإدمان على الإلكترونيات إلى الإنتاج والخروج بأفكار جديدة وترجمتها في اختراع بدلاً من هدر طاقاتهم. لأخبار الآن، بيروت، لبنان، ماريا الفحل.